ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نواصل ما بدأناه من شرحنا لأي سورة البقرة، وقد ابتدأنا في الدرس الماضي بشرح الآيات التي خاطبت بني إسرائيل، وهي من قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذا أول كلام في السورة مباشر لبني إسرائيل، وسيظل معنا الكلام عن بني إسرائيل سياقا طويلا.